مساكم الله خير. أفكر أسوي حلقة خاصة عن التسوق ومهارات التسوق وكيف تستثمر وقتك في السوق. طيب الشيء المهم حقيقة هو إدارة الوقت بشكل جيد، يعني الأولويات، الأولى فالأولى، لأن فعلا ستكتشف أن الوقت يداهمك وأوقات الصلاة تقطعك. من الجميل كذلك أن تحاول قدر الإمكان أن تضع تشيك ليست لكثير من المقاضي اللي راح تقبلها من أي سوق تريد، حتى تستطيع أن ترتبها بشكل جيد في مسيرتك. أيضا من الأشياء المهمة كذلك وضع ميزانية مخصصة لمشترياتك بحيث ما تتجاوز هذه القيمة، وبالتالي تدير ما لديك بعقل. احرص على الجودة في كثير مما تشتري، لأن ارتفاع السعر أحيانا قد يساعدك على يعني طول فترة أو مدة استخدام السلعة التي تريدها، فالجودة مهمة. من الأشياء المفيدة هو استثمار التخفيضات، لأن التخفيضات تعتبر ميزة، بس انتبه من خدعة ومكيدة سلة البضائع. لاحظوا يعتبر هذا طبعا تخفيض بسعر جدا مميز، وتلاحظون السعر هنا قل تقريبا نسبة أو تقريبا 40-50%. راح لكم بعد شوي شفنا سلة البضائع. سلة البضائع هي عبارة عن يعني خدعة تستطيع ملء السلة بأعلى أو بما لا تحتاج. إذا احذروا من استغلال، صح التعبير بعض المسوقين هنا، لأن فعلا استغلال قد يؤدي إلى شراء ما لا تحتاجه ثم تحسف عليه. مساكم الله بالخير. الدنيا غبار والله.